طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انور فتح الرحمن احمد ضفع الله، حاليا بتكلم من ادنبرا اسكتلندا المملكه المتحده. جيت هنا قبل اسبوع لمؤتمر تيد جلوبال 2013، اللي هو كان من الفتره من 7 لحد 14 14 7 2013. المؤتمر بتاع تيد مؤتمر بيدور حول افكار بتستحق الانتشار. بيجي المتحدث بيلخص كل الإنجازات بتاعت حياته ولا مشروعه شغال فيه لفترة طويلة جدا على منصة بتاعت تشارك أفكار في أقل من 18 دقيقة. السحر بتاع الموضوع كله بيدور في إنه المحادثة بتترسل أو كل الموضوع بيترسل في أقل من 18 دقيقة. الفيديو بعد كده بيتشال، بيتخطى في اليوتيوب، بيتخطى في TED.com عشان يشوفوه ملايين الناس. بلغت عدد المشاهدات بتاعت تيد في نوفمبر الماضي مليار مشاهدة على مستوى العالم. تيد عندها مبادرات وعندها مشروعات مختلفة، من ضمنها مشروع الترجمة المفتوح. مشروع الترجمة المفتوح هو انه المحادثات بتاعت تيد اللي بيتكلم زي كلامي داسي بيحصل سبتايتل، بتشير الكلام، بتفرق نفس الكلام، بتفرق لكلمات، بيتخطى على الشاشة، بتكون زي الفيلم المترجم تحت كده، ويترجم لأكثر من 90 لغة مختلفة. مشروع الترجمة المفتوح بدأ في 2009 بدأ في 2008 الحقيقة، وبدوا المتطوعين يشاركوا من كل اللغات، وشاركت أنا شخصيا من ضمن متطوعين كتير جدا لترجمة المحادثات للغة العربية، ويعني ترجمنا عدد مهول من المحادثات، وبقينا دائما كمتطوعين بنتلاقى في مؤتمرات تيد عشان نناقش كيف المشروع ده ممكن نوديه لقدام. المشروع بتاع الترجمة المفتوحة الواحد علم منه كتير جدا جدا. أنا شخصيا شخص بتاع كمبيوتر ساينس، لكن عبر الترجمة للتكنولوجيا وللفضاء وللطب ولكل الحياة المختلفة دي الواحد يتعلم كثير جدا جدا. المشروع الثاني اللي هو مشروع بتاع تيدكس، وتيدكس هي عبارة عن مؤتمرات بتاخد رخصة من مؤتمر تيد الأم عشان تقيم مؤتمر داخلي في 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 في, في المنطقة نفسها، ويتشاركوا التجربة، يعيشوا نفس التجربة بتاع تيد لكن بصورة مستقلة تماما. لذلك يكون متحدثين مثلا محليين مع وجود متحدثين عالميين، بيكون في الرعاة بيكونوا محليين، حتى الموضوعات اللي بتناقش بتكون محلية، لكن المحلي هو العالم، يعني محلي محلي محلي، كلنا نتكلم على إطار عالمي. كان في ورشة برضو لمنظمي مؤتمرات تيدكس حول العالم، من أكثر من 6000 منظم اختاروا 10 منهم عشان يقدموا أفضل، يتشاركوا أفضل التجارب بتاعتهم والاشياء اللي مشت كويسه والاشياء اللي مشت غلط وكيف ان الناس ممكن تتفاداها. فكان برضو تيدكس خرطوم يتشارك المفهوم بتاع بدل الناس تدفع تذاكر ممكن تدفع نولج، والنولج ده اللي هو معرفه، والمعرفه تتشال تتخطى في الانترنت لاثراء المحتوى المحتاجين له بشده، بالذات المحتوى الايجابي عن المناطق وكده. الناس دايما بتتكلم عن الجوانب السلبيه، عن الحروب، عن ما اعرف شنو المشاكل دي، لكن في جوانب إيجابية كثيرة جدا بيغفلوها، وفرصة لكل الناس في كل الدول النامية، في كل حتى الدول المتقدمة، كل واحد داير إعلام للحاجة اللي بيعمل فيها الحاجة الكويسة. فكان برضو تشاركنا معاهم المفهوم بتاع كيف إنه ممكن اللغات، مثلا اللغات يتم إسراءها ويتم عكسها من المجتمع المحلي المجتمع الدولي في كل مكان. مشروع الترجمة المفتوحة المرة دي في تيد، دي المرة الخامسة اللي أنا أحضر فيها مؤتمر تيد، كان عنده عناية خاصة من شركة سكايب، السكايب بتاعت الاتصالات، لأنه بيشوفوا إنه في إمكانية كبيرة جدا في التعاون ما بين الترجمة وما بين الوسائل بتاعت التليكوم عموما، وسائل بتاعت التواصل والاتصالات. فكان الرعاية المرة دي لمشروع الترجمة المفتوح جاي من شركة سكايب، واستفادت شركة سكايب كبير جدا كثير جدا من الموضوع. عقدت عدد من الجلسات وكان بيشاركوا ناس عبر سكايب من خارج المنطقة بتاعت المؤتمر نفسه. المرة دي كان عندنا جلسة خاصة باللغة العربية كاملا، اللي هي عن كيف ترجمة الواجهة بتاعت موقع تيد والترجمة بتاعت محادثات تيد للغة العربية، وبعدين المحتوى العربي على الإنترنت بصورة عامة. شاركوا فيها عدد من الناس المهتمين واللي عندهم تجارب رائدة. كنا شخصين من مشروع الترجمة المفتوح في تيد، وكان في الأخ سامي مبارك سوداني، هو ومؤسس مشارك لمبادرة تغريدات لإسراء المحتوى العربي على الإنترنت،
وكان عبر الإنترنت في كمية بتاعت ناس، يعني كان في قناة الجزيرة مثلا في أخونا بلال، ويتناقشنا يعني نقاش أثر جدا. بعد كده كان في جلسة تانية حول الابتكار في أفريقيا، ودي كان شارك فيها المتحدث إيريك هارسمان، هو من الأفارقة البيض، ولد وتربى في ما بين كينيا والسودان، يعني كان عاش حياته، هو مؤسس مشارك لمبادرة أوشاهيدي، أوشاهيدي بتعني يعني تيستموني باللغة السواحلية، وهو من الناس المبتكرين جدا، ومؤسس للآي هاب في كينيا، وزول يعني احنا متوقعين ان شاء الله تستفيد منه كثير في المستقبل القريب. شارك فيها باندي من الكونغو، وشخص برضو يعني رائد وقائد لكمية بتاعت مبادرات في الكونغو، يعني عمل مجموعة بتاعت ضغط كبيرة جدا. المؤتمر عامة كان مفيد جدا المرة دي، يتكلم فيه رئيس الوزراء المنتخب الأسبق في ليبيا اللي هو الدكتور عبد الرحمن، ويتكلم فيه رئيس الوزراء الأسبق في اليونان، يتكلموا فيه عدد من رواد التكنولوجيا في العالم، يتكلموا فيه ناس العمل الطوعي والعمل الخيري وعلماء الدماغ، يعني مؤتمر كان مفيد جدا جدا. وحاليا بدأت المحادثات بتاعته تنزل في TED.com، يمكن الناس تتابعها من هناك. بالنسبة لي الاستفادة على المستوى الشخصي استفادة كبيرة، لقيت عدد من الناس، لقيت مثلا بروفيسور في المعهد الأفريقي للرياضيات اللي هو مؤسسه فايز بجائزة تيد 2008، واتكلمنا في انه ليه المعهد ده ما موجود نسخة منه في السودان حاليا. هو كان بدأت شوية جهود لكن توقفت. بعد كده لقيت برضو مدير الاستراتيجية في منظمة اي تريبل اي، وبرضو اتكلمنا عن انه يا اخي يعني كيف انه الرسوم الاشتراك والحياة دي قد تكون صعبة جدا على السودانيين انهم يدفعوها، بالذات الطلاب، فكيف انه ممكن الحياة دي نعمل فيها. وهيكون عندنا جلسات متواصلة عبر الإنترنت عشان حتى المجتمع بتاعنا الموجود بتاع الاي تريبل اي يتوسع ويعني يزيد في الجامعات السودانية كلها. غير كده برضو ناقشت مع واحد من رجال الأعمال الأمريكان مفهوم الدفع بطريقة غير البطاقات الائتمانية دي، في عملة جديدة حاليا اسمها بيتكوينز، وهي في تنامي كبير جدا جدا، في ناس محاربينها لأنها هي ما عندها كنترول من الحكومات ولا البنوك المركزية، لكن هي متنامية بصورة كبيرة، وكل الاقتصاديين بيتصوروا إنها هتكون هي المستقبل الجاي. فلحسن الحظ قدرت طبعا عبر من السودان مباشرة، ما ممكن الواحد يقدر يوصل معظم المواقع في الإنترنت بسبب المقاطعة الأمريكية، العقوبات الأمريكية على السودان، لكن في طرق تانية كثيرة ممكن الناس تعمل فيها. وأنشأت لي محفظة إلكترونية حاليا فيها شوية قروش، هنشوف كيف انه ممكن الحاجة تحصل في السودان، لانها فرصة كبيرة لنا بالنسبة للناس بالذات العطالة اللي ما لاقين شغل ولا كده، انه نعمل بيزنس اوت سورسينج، يعني نشتغل للناس واحنا داخل السودان لكن نقبض قروشنا من حتة تانية. وفي فرص كتيرة جدا، يعني مثلا الترجمة اللي بنعمل فيها احنا في فريق تيدكس خرطوم للترجمة، ولا عبر الترجمة المفتوحة في تيد دي، ممكن تكون فرصة كبيرة جدا بتاعت عمل. والترجمة دي فيها احنا كويسين يا اهل السودانيين، الترجمه ان احنا فيها كويسين، كل زول ممكن يكون مترجم بارع جدا، ونعمل بها يعني اختراق، يعني نقدر نقول ان السودان كله بلد المترجمين، ودي حاجه انا بعتقد انها هتكون صحيحه. عامه برضو الناس بتلاقي كميه بتاعت ناس من جنسيات مختلفه، لكن اكتر زول انا بصراحه شد انتباهي شاب اسمه دان، هو كان ممثل الشباب في استراليا، عمره 25 سنة، ممثل الشباب، كل الشباب الأسترالي في الأمم المتحدة، ممثل الدولة في الأمم المتحدة. والبرنامج اللي اتكلم لي عنه ده كان برنامج رائع جدا جدا، تقريبا لمدة سنة بتكون أنت سفير لبلدك في الأمم المتحدة ممثل الشباب، والشباب عندهم هناك التعريف بتاعه 25 سنة أو أقل من 26 سنة، ديل الشباب يعني أكثر من كده ما شاب يتوحد. فبيقعد 3 شهور في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيشارك كدبلوماسي، بيكون عنده جواز دبلوماسي وكده. وسألته أنا عن كيف إنه شباب السودان يكون عندهم فرصة زي دي، لأنه حتى العملية بتاعت المنافسة والتصفية حتى إنه زول في النهاية يبقى السفير ولا ممثل البلد دي عملية فيها تعلم كثير جدا، ممكن الناس تستفيد منها وتتعلمها. وحتى دعيته لإنه يجينا. من الناس اللي لقيتهم برضو أحد إحدى المتحدثات يعني بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصوره مدهشه جدا، رغم انها هي ما مسلمه، ودعيتها لانه تجينا ان شاء الله في السودان لتيدكس خرطوم. وفي مجموعه بتاعت ناس صراحه الواحد فخور جدا بانه لاقاهم
ويتعلم منهم في الايام دي، وان شاء الله يجونا في السودان ويكونوا جزء من المجتمع ان شاء الله. ده ملخص سريع عن ما حصل في تيد جلوبال 2013. انور عبد الرحمن عبد الله، السلام عليكم.